نعم الإله على العباد كثيرة وبديل. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إخواني أخواتي السلام عليكم، كما كتشوفوا معايا هذا القنينة ديال لي سيور فيها بزاف الخلافات، هضرنا عليها شحال من مرة، كيقولوا لها كتسوى 4 مليار 5 مليار وكيديروا فيها يعني شي حاجة غريبة. إخواني فيها الدياموند فيها الماس فيها، هذه كلها خرافات. إخواني أخواتي هاد القنينة ديال لي سيور كتسوى بين مليون حتى 10 مليون. علاش؟ كيخدموا بها أصحاب اللي كيصنعوا المجوهرات من الدرجة الثانية، ما كاين كاين المجوهرات الصناعية وكاين مجوهرات طبيعية، يعني أحجار اللي كيصوبوا أحجار كريمة، كيصوبوا أحجار كريمة صناعية للتزيين، حيت أحجار كريمة طبيعية غالية، إلا صوبوها بهذا النوع ديال الزجاج اللي هو نادر كيبيعوها بواحد الثمن اللي هو مزيان. هاد القرعة غيصوبوا منها قطع كثيرة ديال الأحجار وفصوص الخواتيم، أما بأنها كتسوى مليار أو 4 مليار فهذه خرافات وأكاذيب. هذا كل شيء إخواني أخواتي، والسلام عليكم. هذه الاستعمال ديالها فقط في صناعة الأحجار الكريمة يعني غير طبيعية المستعملة في التزيين، هذا كل شيء. السلام عليكم.